ونتحول مع حضراتكم لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية تستعرضها لنا ولحضراتكم ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا ريهام. شكرا محمد. ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركائه الأجانب بهدف تنمية صناعة البترول والغاز في مصر وتحقيق الأهداف المشتركة. وأشار الملا إلى أن هذا التعاون كان أحد عوامل نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون ضمن الأيام الموضوعية لقمة المناخ COP27، وكذلك نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس، والذي يكتسب اهتماما عالميا كبيرا عاما بعد عام. جاء ذلك خلال اجتماع الملا مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمشكلة من كبريات شركة البترول والغاز الأمريكية العاملة في مصر، حيث تم استعراض نشاط اللجنة خلال الفترة الأخيرة وخططها المستقبلية بالتنسيق مع قطاع البترول في المجالات ذات الاهتمام المشترك. رسمت الحرب الروسية الأوكرانية خريطة جديدة وواقعا جديا في مجال الطاقة العالمية، خريطة كان من أهم ملامحها ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي عالميا، مما عرض جميع دول العالم بلا استثناء لأزمات حادة في أسعار الطاقة. باتت أسعار البنزين محط أنظار العالم بعد ارتفاع التكلفة التي شهدتها مختلف دول العالم جراء أزمة الطاقة العالمية وما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية التي رسمت خريطة جديدة وواقعا جديدا في مجال الطاقة العالمية، خريطة كان من أهم ملامحها ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي عالميا، مما عرض جميع دول العالم بلا استثناء لأزمات حادة في أسعار الطاقة. وفي ظل تذبذب بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، هذا فضلا عن أن اللجنة تقوم بتغيير أسعار البترول بنسبة 10% كحد أقصى من السعر الحالي صعودا أو هبوطا لضمان ألا يحدث تغيير سعري كبير في سعر المواد البترولية، ومن ثم تحقيق الاستقرار في سوق المنتجات البترولية المصرية. ويتم تسعير المنتجات البترولية في مصر من خلال النظر إلى التكاليف الرئيسية التي تدخل ضمن محددات إنتاجه، وهي بالطبع عدد كبير من العوامل، لكن أبرزها ثلاثة عوامل رئيسية. أولها سعر الخام عالميا، وتستخدم الحكومة سعر خام برنت كمؤشر لتحديد السعر العالمي لبرميل البترول، أما المحدد الثاني فهو سعر صرف الدولار الأمريكي، وهو يغطي الجزء الخاص بتكاليف استيراد جزء المنتجات البترولية أو التكاليف الخاصة بتكرير تلك المنتجات البترولية محليا، والتي يدخل ضمنها مكون دولاري. وأخيرا تكاليف النقل والتداول، والتي ترتبط بشكل أساسي بتكاليف توفير تلك المواد البترولية بمحطات التموين للمواطنين. ومع بلوغ متوسط سعر البنزين عالميا حاليا حوالي 1.3 دولار لكل لتر بنزين في فبراير الماضي، كشفت جلوبال بترول برايس في شهر فبراير من العام الحالي عن الدول الأرخص في أسعار البنزين عالميا، حيث جاءت مصر في المركز السابع عالميا كأرخص دولة بالعالم في أسعار بيع البنزين بمتوسط سعر اللتر الذي بلغ حوالي 351 دولار. نجاح مصر منذ عام 2014 في إدارة مشروعاتها البترولية بشكل اقتصادي حقق الاستدامة وخفض التكاليف مع العمل على خفض الانبعاثات، بالإضافة لسعيها لزيادة حجم الاستثمارات في مشروعات التكرير والبتروكيماويات المختلفة وكذلك البنية الأساسية، وهو ما حافظ بشكل كبير على الاستقرار في ملف إمدادات الوقود والمنتجات البترولية للأسواق المحلية وبشكل آمن ومستدام، والتخلص من حالة العجز التي أصابت الدولة في الفترة التي سبقت عام 2014.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مدعومة بالبيانات القوية لقطاع التصنيع الصيني، مما يعزز الأمال في تعافي الطلب على النفط في الصين أكبر مستورد للخام في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 72% ليصل إلى 84.5 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 79% مسجلة 77.66 دولار للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.83 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.75% لتسجل 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلق مؤشر بورصة أبوظبي مرتفعاً 0.4% مواصلاً الصعود للجلسة الرابعة على التوالي مع ارتفاع أسهم أكبر شركة مدرجة بالإمارات. جاء أيضاً ارتفاع بورصة أبوظبي بفضل تحسن النشاط في القطاعات غير النفطية، في حين تراجع مؤشر السوق في دبي بنسبة 0.5% تحت وطأة خسائر أسهم قطاع البنوك. ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن وزير المالية جيريمي هانت مدد دعم فواتير الطاقة المنزلية لمدة 3 أشهر بعد شهر إبريل في خطوة من شأنها أن تخفف ضغوط تكاليف المعيشة في البلاد. ومن المقرر خفض الدعم الحكومي اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يعني ارتفاع متوسط الفواتير السنوية إلى 3000 جنيه استرليني من 2500 جنيه حاليا. بهذا نصل لختام وقفتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وريهام، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.